كنت مرة بزور أختي وهي عندها 3 بنات وولدين، والولاد طبعا كانوا، أنا بحب جدا أقعد معاها، بيفكروني بحياتي أنا وأنا صغيرة في وسط إخواتي يعني. وبعدين بصيت لقيت إيه، إخواتي الكبار ماسكين الولد الصغير، كل شوية حد يقول له أمر معين: يحيى غسلت سنانك؟ يحيى استحميت النهاردة؟ يحيى عملت الهوم ورك بتاعك؟ فأنا بقيت الولد صعب عليا، هو حبيبي كان عمال يقول لهم اه عملت، اه هروح اغسل سناني، يعني هو كان بيسمع كلامهم، يعني ولد مطيع جدا. لما رجعت الموضوع ده يعني معرفش ليه حرك قلبي، يعني حسيت ان انا عايزه اكل بعد المشهد ده. فعملت برضو عيله، برضو ام وابو عندهم 5 اولاد، وابتديت الروايه بنفس الموقف اللي انا شفته اثر فيه. بس طبعا العيله اللي انا كتبت عنها مختلفه تماما عن حياه اختي خالص. حاولت اعمل ايه؟ حاولت خليت الاب يمشي من كتر الضغوط اللي كانت عليه في الحياه وكده، وساب البيت ومشي. وقصه بقى كل واحد في العيله بيحكي الروايه من منظوره. الولد الصغير اصغر ولد بيحكي هو حس بايه، وحس ان بابا مشي لما طلب منه البلاي ستيشن من وجهه نظره. البنت اللي هي تاني واحدة في الترتيب يعني بينها وبين اخواتها، يعني برضو بتحكي الحكاية من منظورها، وازاي كانت محتاجة ابوها في الفترة اللي هي ابتدوا العرسان يتقدموا لها وكده. بعدين الام بتحكي الرواية. انا بالنسبة لي كان التحدي ان انت بتقول الرواية 3 مرات، بتحكي الرواية 3 مرات، وكنت متخيل انها تبقى صعب جدا، ازاي ما تبقاش مملة، انت بتقرأ الرواية 3 مرات مع بعض. لكن الحقيقه الحقي بطريقه عفويه جدا، وبطريقه جت من غير اي تكلف ولا اي حاجه، لقيت ان فعلا كل روايه مختلفه عن الثانيه. انا عايزه ادي لك مثال. افرض لو مثلا في ام اخذت بنتها الكبيره واخذت ابنها الصغير وراحوا مول، وكل واحد فيهم بيحكي هو عمل ايه في المول. الام هتقول يا خبر، ده انا لقيت تنزيلات في حاجات الاسره، ولا في ادوات المطبخ، ولا في الاجهزه الكهربائيه. البنت ممكن تقول ده انا لقيت ان الموضه اختلفت وبقت الموضه اللون الاصفر هو اللي طاغي مثلا او كده. هتبص الولد الصغير ممكن يقول لك انا ما شفتش حاجه، انا ما شفتش غير رجلين، لان هو قصير، اقصر واحد فيهم، مش شايف غير رجلين الناس. كل واحد بيحكي الموضوع من منظوره، هتلاقيه حكايه مختلفه خالص عن التاني. الحقيقه الروايه دي وانا بكتبها بعد ما خلصتها حسيت ان الواحد لازم يحترم اختلاف وجهات النظر، لان كل واحد بيتكلم من موقعه ومن مكانه وبيقول اللي هو شايفه، وده في حد ذاته يحترم. انا استمتعت جدا بيها وانا بكتبها، وبتمنى ان قرائي وهم بيقروا احتواء برضو يحسوا نفس الشعور ده.